بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، ذكر. لو قلت بعد أي عمل صالح يجبر النقص في العمل ده ويثبته ويرفعه، يعني كلنا نخاف أن لا تقبل أعمالنا. يعني فالرسول دايما كان يقول بعد أي عمل، بعد تلاوة القرآن، بعد ذكر، بعد صلاة، أهم حاجة الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة أو الصلاة أو النافلة، بعد أذكار الصباح والمساء، حتى بعد مجلس فيه لغط ونميمه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع في نميمه ولا شيء، لكن ده بالنسبه لنا احنا. فكان يقول سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فالسيده عائشه سالته رسول الله، يعني ما لي اراك تقول، تختم دائما بهذه الكلمات بعد اي عمل. قال لها يا عائشه، من قال هذه الكلمات بعد هذا، بعد اي عمل يعمله، كان قد طابع على هذا العمل الى يوم القيامه، يختم له بخير. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه الإمام البيهقي وفي سنن صحيح، من والحاكم صححه وغيره، من قال بعد الوضوء، من توضأ ثم قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب ذلك في رق ولم يقصر إلى يوم القيامة. في رواية كتب ذلك في رق وختم عليه بخاتم وحفظ تحت العرش إلى يوم القيامة. شوفوا الشرف العظيم ده، غير بقى أن أنت لو قلته بعد مجلس فيه لغط أو نميمة يعني يكفر هذا. يبقى اذا ذلك الامام السندي قال لك يعني يجبر النقص في العمل، يثبته وامل له من الرد او عدم القبول، يكون كالخاتم على العمل. يعني انت لما بتعمل عمل او بتقدم عريضه وتروح تقدمها في الحكومه، لازم تختمها بختم النسر، او ده ختم النسر بتاع العمل. لذلك دائما احرص ان اقول هذا الذكر بعد الصلاه، بعد الوضوء. بعد الوضوء بيتكتب في رق ويحفظ لك تحت العرش الى يوم القيامه. بعد اذكار الصباح والمساء، بعد تلاوه القران، بعد مجلس النميمه، قعدت اتكلمت في امور الدنيا وفلان وعلان و و لازم تقوله. ده غير بقى الثواب العظيم، سبحان الله وبحمده لوحدها احب الى الله سبحانه وتعالى من انفاق جبل ذهب في سبيل الله زي جبل احد. يبقى هتاخد ثواب انفاق جبل ذهب في سبيل الله. وبعدين انت بتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، هتاخد ثواب الشهاده وثواب التوحيد والتهليل. استغفرك واتوب اليك، هتاخد ثواب الاستغفار. ذلك عبد الله بن مسعود برضو قاله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال لك يرفعه هنا عايد على الكلم الطيب، ان الكلم الطيب هي اللي بتساعد على رفع العمل الصالح. وراح قال ان الكلم الطيب دي هي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، تقال بعد الصلاه، بعد اذكار الصباح والمساء، بعد الوضوء، بعد تلاوه القران، بعد الغيبة والنميمة. فياريت ما تعملش عمل صالح أبدا إلا وتختمه بهذه الكلمات، صلاة، وضوء، أذكار صباح ومساء، تلاوة القرآن، أي عمل، صلاة نافلة، إلا وقلت سبحانك اللهم، إلا وتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فياريت تنشروا هذا الكلام، حتى لأن كثير جدا من الناس لا تعلم هذا. أقول قولي هذا، استغفر الله.